جدد الترحيب بحضراتكم في تغطية جديدة من تلفزيون اليوم السابع. على السوشيال ميديا أوقات كتير بتلاقي نداءات من نوعية الغلابة وانتم منسين الفقراء وغيرها من التظلمات والشكاوى. المهم انه الأشخاص اللي بيطلقوا هذه يعني العبارات من وقت للتاني الحقيقة بتردد في أوقات كتير جدا دون فهم، لأنه في الواقع أنه لو في حاجة الدولة هتكون اهتمت بيها خلال الفترة الأخيرة هتكون هي الفقراء والمهمشين تحديدا، الفئات المنسية تماما واللي حتى مش بيدخلوا على السوشيال ميديا. خليني أفكر حضراتكم بالمشروع الأكبر في تاريخ مصر لإنقاذ المواطن شديد الفقر وانتشاله من حالة ضيق الحال اللي بيعاني منها، وهو مشروع تكافل وكرامة اللي في حقيقة الأمر هو عبارة عن مشروعين في بعض. المشروع الأول خلينا نتكلم عنه على حدة، هو برنامج تكافل اللي كان موجه تحديدا للأسر المصرية اللي زي ما بيقولوا عليها بتكمل عشانها نوم يعني. كان الهدف الرئيسي من المشروع ده إنه يكون في مصدر دخل بيساعد الأسر إنها تجيب أكل لأولادها ولنفسها، تخلي الأولاد منتظمين في مدارسهم ما تطلعهمش يشتغلوا، وبالتالي توفر لهم فرصة إنهم يطلعوا من دايرة الفقر اللي بيدوروا فيها بقالهم سنين وما بتنتهيش. علشان كده اشترط هذا البرنامج ضرورة حضور الأطفال بمدارسهم. المشروع التاني اللي هنتكلم عنه هو مشروع كرامة اللي في الواقع إنه بيستهدف حماية المواطنين الفقراء اللي فوق سن 65 سنة، ده عن طريق توفير حياة كريمة ليهم ومصدر دخل دائم بيمنعهم طبعا من حالة العوز أو الحوجة زي ما بيقولوا في هذا السن المتقدم. فبيتم صرف مبلغ قدره 1350 جنيه شهريا للأسر المكون عددها من 3 أفراد. البرنامج ده مش مجرد مساعدات محدودة، ولكنه كمان يعني بيقدم الدعم ل 3 مليون و600 ألف أسرة، يعني في مجمل 12 مليون فرد تقريبا. قيمة المساعدات دي الحقيقة وصلت ل 18 مليار ونص جنيه مصري. البرنامج ده مش متوقف كمان لحد كده، وإنما بيتوسع كل فترة. يعني مثلا الشهور القليلة اللي فاتت لقينا إنه تم ضم 100 ألف أسرة جديدة كانت تضررت طبعا بسبب مشكلة فيروس كورونا. اللي قاعد على السوشيال ميديا بيقول لك الغلابة غالبا مش عارف إن في ناس في مصر ما عندهمش سقف حتى لبيوتهم ولا مية شرب نظيفة، عشان كده الدولة عملت لهم مبادرة سكن كريم. من خلال المبادرة دي الدولة المصرية نفذت بالفعل لغاية دلوقتي أسقف ل 4000 بيت ودخلت المية ل 7000 بيت، واللي عملت بيوت للناس اللي ساكنين في العشش في عدد كبير جدا من القرى الأكثر فقرا واحتياجا. المبادرة دي مشاهدينا استفاد منها 58 ألف أسرة في أكثر من 200 قرية، وأتاحت فرص عمل لمليون عامل يوميا. كمان كان عندنا جهود لحماية كبار السن والمعاقين والأطفال اللي بدون مأوى بعد إطلاق طبعا برنامج فرق التدخل السريع اللي بترصد بلاغات المواطنين سواء عن طريق البوستات المنشورة على فيسبوك أو غيرها للأشخاص المشردين اللي بلا مأوى أو بيعانوا من مشكلات. الدولة كمان خصصت للمشروع ده 164 مليون جنيه لإنقاذ هؤلاء المهمشين من الوضع الصعب اللي كانوا بيعانوا منه. كمان علشان الأطفال اللي بيتم إنقاذهم ما يضيعوش في غياهب دور الأيتام الغير مؤهلة اللي كلنا طبعا كنا عارفين شكلها كان عامل إزاي الفترة الأخيرة، الدولة خصصت ربع مليار جنيه لتطوير جميع دور الأيتام في مصر. كمان علشان خاطر المسنين اللي بيتم إنقاذهم من الشوارع برضو الدولة خصصت لهم 23 مليون جنيه مقابل أو بغرض رفع كفاءة دور المسنين. حاجة من اللي ما يعرفهاش كتير مننا إن للأسف الشديد ونتيجة لتراكم الجهل والفقر علينا لسنوات طويلة جدا إنه في ملايين من سيدات مصر غير مسجلين ولهمش بطايق رقم قومي، لأن يمكن يعني إنه أهاليهم أهملوا في هذا الدور. الدولة قامت بالدور ده مؤخرا وعملت حملة علشان تطلع للستات دي بطايق وشهادات ميلاد، وفعلا نجحت إنها تطلع بطايق ل 670 ألف سيدة. كمان الدولة المصرية مش ناسية بكل تأكيد الأرامل والمطلقات والسيدات اللي رجالتها بتسيبها وتختفي، وبتهتم جدا اهتمام شديد بهذا الأمر. علشان كده قررت إنها تصرف دعم نقدي في برنامج السيدات المعيلات بإجمالي 622 ألف سيدة، وعلشان ما يفضلوش أسرى بكل تأكيد للمساعدات فقط قررت الدولة إنها تعمل لهم برنامج مستورة
واللي هو عبارة عن قروض حسنة بقيمة 320 مليون جنيه بتقدم لعدد من الفئات علشان يعملوا مشاريع خاصة بيهم تنتشلهم من الفقر. المبادرات اللي بتقدمها الدولة لا تتوقف علشان الفئات الأكثر فقرا وتهميشا في مصر اللي سقط من فقره في براثن الإدمان. عندنا حملة لمساعدة المدمنين في التعافي مش هنتخلى عنه، واللي قطر التعليم كمان فاتوا بتساعدوا الدولة في حملات محو أمنية هي الأضخم اللي ظروفهم المادية ما تقدرش إنهم يعملوا فحوص دورية، كمان الدولة قدمت لهم مبادرات رئاسية علشان الكشف عن الأمراض المزمنة والأورام. اللي بيحصل في مصر كتير، ومصر ما بتنساش أبدا أبنائها الغلابة ولا عمرها قسيت على الغلابة وأنا الفقير. الكلام اللي بيردده البعض زي ما قلنا أحيانا بدون فهم وأحيانا كتيرة، وهي الأغلب ربما بيكون لأغراض شريرة علشان يحبطك. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لوجودكم معايا في هذه التغطية، أعدها زميلي محمود حسن وقدمتها لكم سمر الزهيري. إلى اللقاء.